شكرا الأخضر بريش. سيداتي أنساتي سادتي أينما كنتم تابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. استاد أحمد أيتشو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي يستضيف بعد لحظات الدور نصف النهائي الأول والذي سيجمع السنغال ببوركينا فاسو، بينما غدا سيلعب نصف النهائي الثاني بين مصر والكاميرون. دخول النجوم السنغالية والنجوم البوركينية بقيادة الحكم الدولي الأثيوبي باملاك تيسيما ويزا أمامنا. منتخب السنغال أفضل منتخبات إفريقيا تصنيفا عالميا رقم 20، ومنتخب بوركينا فاسو رقم 60 على المستوى العالمي في نصف نهائي أول لكأس إفريقيا للأمم رقم 33 في استاد أحمد أيتشو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. جماهير كبيرة من الجانبين سنغالية وبوركينية من أجل هذا العرس الكروي بين السنغال وبوركينا. حسن باندي يعود للتشكيلة الأساسية على حساب دانجو وترا المقصب الورقة الحمراء، وعودة هذا الكابتن مندي بقميص رقم 6، شيخو كوياتي بالقميص رقم 8. إصابة خطيرة جدا على مستوى الوجه لباب أو لنامباليس مندي، إصابة واصطدام عنيف. باملاك تيسيما يطلب حضور الإسعاف بسرعة. باملاك تيسيما ذكر 41 عام للحكم الدولي الأثيوبي دولي منذ 2009، أدار اللقاء الشهير بين يتصدى الدفاع باير ليفركوزن الالماني. وين هذه الكره؟ وين خالدو كوليبالي برتروند تراوري؟ فراغ تكتيكية من الطراز العالي بين منتخبين رائعه. والركنيه ادمون تابسوبا يضع الكره في الركنيه. الركنيه باب طويله ممتازه على خالدو كوليبالي، والركنيه مراوغة رائعة جدا. يعدي سيس ممتاز، تسويب تسويب من ساليو سيس قوية بجانب الحارس ايرفي كوفي. ساليو سيس في باير ميونخ. كوياتي وتراوري وساليو سيس هجمة خطيرة، تسويب ماني يوزع والتسلطي من ستيفي عيسى كابوري ضاعت عليه الكرة. إيش رقم تاريخه بنجومه الكبار نجم استون فيلا يراوغ يوزع وعبدو ديالو هذه كرة ما عدتش امام الدفاع. كابوري ماني ماني التسويب وعبدو ديالو بوناسر يوزع وعيسى كابوري خطو ساليو وإدمون تابسوبا ويختفى أمادو ديانج أبي منتخب بوركينا فاسو في الدفاع. معدا خروج متأخر لإيرفي كوفي بكل الخطورة، تايمينج لم يكن ناجح لإيرفي كوفي ويصطدم. ماذا بالجزاء في انتظار قرار باملاك تيسيما؟ الكل في الانتظار طبعا. حكم الفار رضوان شاهد المغربي الى جانب بشرى الكربوبي المغربيه، و بالفعل إذن الحكم باملاك تيسيما لا يعلن على ضربة جزاء ويواصل اللعب بنفس الأحداث. ليست هنالك ركلة جزاء. إيرفي إنتري نيميرو 23 سفيان ويدراوغو. إذا بول بيا أقدم حاكم على وجه الأرض، كرة سريعة مثيرة وحسن بالدي يوزع ونامباليس ماندي يضع الكرة. جول غريبه
والحارس ادوارد ماندي. فرصة كبيرة للخيول البركينية وكوياتي عكسية والتسويق من حسامي 3-1 وكورة والحكم يعطي ضربة جزاء. ضربة جزاء للسنغال فالا ساديو ماني ساكابوري وعدما والكورة وكورة التصويب من ديانج أمادو ديانج أساليوسيس ماني تصويب وفريد ودراوغو وتصويب والمطالبة بضرب الجزاء المطالبة بضرب الجزاء والحكم يأتي ضرب الجزاء يأتي ضرب الجزاء تاريخية تكتب الآن بملاك تسمع يخرج السفرة واش يقول بعد الناس الكل يلغي قرار السفرة في البار ماذا يفعل بوناسار يوزع فريد البيلا كرة طويلة من بلاتي توري وكينياس صعب اللعب كأساسي في البي اس جي مع الشيخ وكوياتي ماني ماني الجول وهذه يكون البيردو تراوري رايا كوليبالي خالد ثم في الدور الربع النهائي تأهل على حساب منتخب تونس بهدف للصفر خليها لساليوسيس تعدي من لا ادريساكي وين هذه الكره بعيده خارج الميدان لفريد اسماعيل كذلك ياتي في اللحظات كان في انتظار سانوغو يوزع سانكاري سانكاري اللي يوزع وكره بالراس المقاسيه جول 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 عبدو ديالو عبدو ديالو أسود السنغال بيقدم الأبطال النجوم السنغالية كوليبالي إدريساكي ماني عبدو ديالو ماني ماني فيها جول فيها جول 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 إدريسا إدريساكي بكرة من ساديو ماني وينهار بوركينا فازو ما نهاية المشوار عيسى كابوري تصويب ما زلت نحكي يا سادة صرت نحكي يا سادة بلاتي توري هذا هو بوركينا فاسو ستكون أجواء بركانية بالراجل ماري جول ماري جول ماري جول 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 نهاية الأحلام فعلا ماني فعلا ماني نهاية بوركينا فاسو نهاية بوركينا فاسو في هذه اللحظات مشاهد I demand an answer!